وحان عدسانينا وحان عدسانينا أدون لا عيسى إلي بارلمان عدتيني أحمد عيسى وقردا أكر ويا قيسيا أنا عكيسة لقردعين عمها ندون كنا ولقى عيسى يا لقى عيسى يا مامل وناك محوية horta maamul maaha ee mid siyaasadeed kaliya ama governance meel kasta oo mujtamaac qayb ka mid ah joogto waxa jooga governance waxa jooga ee maamul baa jooga meel kasto mujtamaac joogo jaamacad waxay leedahay maamul ama governance system حتى يونيت كاما قيبتا وهو سيسا مجتمع فاملقا أبها يهو يدا يلمهو وحيليه مامل وقرقو دي مامل مامل قاسي السعودة كمبن يدو أما شركات كحيليه مامل إلا إيو مامل كا بحالي هذا دولة النمو دولة ده مالكا كاللوتشي هذا كاسو يانو ملايليه لينا شيب كنا سيدو كلي لينا شيب كنا وهير كستا مجتمع وحولي هاي وحلي هادو هقام انت هقام كدغنك هقام كقناعسيقا هقام كأقونتا هقام كسياسة هقام كهقام كهقام كدلين يرادا يوحي لابدا marka waxa inuu maanta isweydiinaynaa waxa weeye ama isoo fiirinaynaa hoggaan kasta ma rabno maamul kasta ma rabno waxaan rabnaa mid wanaagsan oo wanaagsan maxay tahay macnihiisu mid mujtamaca dantiisa horumarinaya hoggaan kasta hoggaanka faamiligu ama maamulka faamiligu hadduusan reerka akhlaaqdooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo مستقبل قد هدو سفر مرينين فائدة مرة كان شام عدو هدو سنسات سمينين أنا مرة كان حكومة دو أم الدولة دو هدو سنسات سمينين ده معنا مرة أم بها حكومة بها أنها يكفي فيها مركا ما ملك دولة نمو وحكومة بها هي هي سوء في عناده وحكومة بها هي 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 أدب محيي لي أمد ما معمولي كرو قف يا الله يا صدح يا كوح ما معمولي كرو أدونك عصر جاء و كومبلكس أدونك عصر جاء هو ومعقد حياة بضم با سكول يحكي له مركز لقوم ما معمولي كرو وحان هاي institutions كام عدا عن سلوه ما معمولي وين يجرا hoggaanka maxalliga ah ee akadeemiga maamulka ee maxalliga ah maaliyadda ee maxalliga ah registration ka admission iska waxa soo dhaaf marka xukuumaduna sidaas ayay u baahantaa marka inaga dalalkeena oo kale to Soomaaliya kale waxaynu u burburay maamul xumad raadin waxa laadina ka galay oo ina ka halaabay maamul wanaagi marka maamul wanaag marka muxuu yahay maamul wanaag waxa weeye ummada arrimaheeda oo loo maamulo si wanaagsan oo lagu maamulo hay'ado waxa ay qabanayaan aqoon u leh awood u leh lala xisaabtamo dadka u dhexeeya iyagu kala madax banaan oo isla xisaabtama haddii taas la helo waxa weeyaan maamul wanaag ayaa hirgala haddii laakiin maamulku sida taariikhda dowladnimada iyo maamulku soo arkay maamulku uu noqdo mid ku kooban gacan koox waxaa dunidu kasoo xorowday weeye yurub oo soo aliftay waxaan la yidhaahdo الدولة العصرية
أما علمك مامولك محلي هذا محلي هذا مودرن ستيت دولة الحديثة وحويان وحي صومرتي حكمه هل قف وحلو يقال الليبايثان أما سترون بغر ودتك يسوي سكالها حرير كدتك ودح يسويها حرير كعدون يقف عدون الصلاة وحقيقة صومري وقتي ولاده أي حكومة وعدون الصلاة دتك ويقول إله من كوكيلنا هاي أي دتك نرش على أي دتك سيدة بغر هذا وكلا مركي بدلين بوبسك وكلا وقتي دي بيبسيقة ساسي كتب سببت مركة هذا وستيقة دولة عصرية لويرة لويقة أنه سيكولر أما دولة لها أي سن دولة دينتو أي سن دينتو المجتمع والبدينتي سويسا ميسا مامل كيسي ونروشي لكن سببت أي سن وذا دو حكومين إذا تكنوكراتسي دين سياسين وحكومة حويان وحي سوار كان داوعة يوجي ستين محالي هذا كوحي الحكومين مركة وحي مامل كي قف كلية وأدونك كل لغية قانو أما لغة بوليتيك ساينس كل لغية قانو أو تكرسي أما مامل كقف كلية أما محلي هذا أريستوكراسي مامل كوحير ولا جسوا بدو حلو سو بدو حلي هذا ديمقراسي أما مامل ك سلك كهية ضد بدن أما ضدك مجتمع عودن يصير كليه طبعاً ضد بعض مثلاً يلا وحكي كلوه قاعدين ستة أصول عضو مجتمع عودن اللي هو قاعد يقوه هي عضو وحقله إين لسميه وأميشة كتير مركين لسميه برلمان وقابل سن شرق الدكينتا إيو حالي هذا إيو إلى لينتا فلينتا شرقية ضدك قليها حركات الدينية وحركات الإسلامية الدينية مركي مغلان برلمان كشرق ديتين واي ما دام إيسان سياسة إيه مامك إيه إيسان برانين وحير هذا ما إله ما شرق ديتين محاي قرآن شرق ديتين مركي إله شرق ديتين هو عام قرآن كجر تاوح علي هذا لا تجد لسنة الله تبديلا كونك إلهي وحيود ديتين سنن هذا العديد هنا الدوشيد وحقرابة اللي هذا كسوري ذي وحيرك إلى هاي الدنيا ودشي وين أسمى يستطاع ديارات سنة وقع مركا ما مريد الديارات ده يسمين تديارات ده وهي شرع إلى جهة الله ما ها شرع إلى هاي ولا بدري ما ومضى ما مل كذا ينرش هذا سو وفي عن الله سمى أيا شرع دشين تبع الرمان كم لقوا ولا مركا بارلمان كشرع دشين تاسوليه ما هيني إلهي مثل بدلين أما إلهي شرعي يشيروا حالي بحيدي شنيا أمدان مثل حدا هذا أن بايدوي ما أقول وحيو جرا ثاني دين شيء أما دولي دي جرتا إني دانتا داتكا دالكا أسلي هرو مريسو هدي دانتي إني هرو مري ويدو ما أقول ما أقول كتان عدو هدو إذن قارسين وإنا سفعا وحبرتان إنا كتان عدتك تان كراس فريستان إنا أدماركت كقرن جبسان إن نرفع الحوية ده وخبيذ ما سدوك كله وقامين تسياسة أما ما أمر دور النبض وحجرته بحلي رادو جدي شريقة أما قرصورك يدنا وهي أد مدح بنان وما ملوناك قعنك جيست وهي أد إلى لسه بحلي رادا أمد كمان ما رنتو سرين تشرع قرولو فلو سرعين الشرعية وحا مركة إلالية محكمة ده أيا ديه كارا بوليسكا محيري كارتو قف كاس محكمة ده أيا قفك توقا كحكومي كارتا قد على حدا ديه كارتا أما قفك قفك ديلي أما قفك مسؤولك أو داتك هنتوضو ده دعا بركوا إلي مدح بناناتا أو سن مدح وإلها إيا كواح دي سن اسكالهاي أما وزيرك أما رابي مركة محكمة ده وحي إلى عليان كترجمان دستور كوية لأمضة هذه بارلمان كميرو كمرو شرق يدود جيو بارلمان كسور جيدا شرق دستور كوية لما هو قلت
يجا ديني مدحوينوها دون دمائن ورقبة وحان دستورك وقرين يسيدا نظام كوية سوينو كشاق ايو يجا قباني ما من ولاق وكاس كبعدنا وقدام بيسا ما من ولاق وحو وأديقا والشر إني هرو مرقارت إن عافمات في عن ليذا هاي وحبر الشطة يالا ليذا هاي لأن يردوا أي مستقبل في عن ياشان جيلشوا يسكوب الدلان وجيل بجيل ككدن بي وكفي عنيه نورشيس كفي عنه نورش بني آدم كو إلهي وحجر بني آدم كان كرامي مركب بني آدم ككرامدي سي ورمرنتي سي أي ما مدوناك كشغي هدي مركب إنت أصور شروع إيسا الله حي وما ملكوها دي قف أما كوح أما إيه مارت الدريس قالة دي معها ما عمل في عمل حالي هذا باد كبنس وأنا مدة درال بدن أبهرين وهو حكل حي درال كسيدة صوماليا سودان يمن ليبيا عراق سيريا هل هو حكل حي كله دول دول يا كبر برتي بسبب محلي هذا ما ملحمه إيوه عمل كتاجلين إيوه شخصين مرك مرك أنا سأو فهمنه ولن يردينا أنا سأو فهم تان قبلية ويرلبة وحد قاري سانينا ديدان إن قف إذن لب إذن كم ذا أو إذن كنت دورتين ما ملوا إذن قبل اسمه هاي تعدد كان عدينا نحلق يا الله أرضي ذي الوليه أسوسيشن حيا governing body of the أرضي مرك قف ك إذن كان عدد حد دورتين وبرقاء إذن كسر بليس دورتين دورتان إذن شقية أن بدي كان عدد مثله هدو مركو ماشة تقوي ذي رهدو أنا إسككين له بيه إيسو دامية لعكتي إنه إيه كينا لولك إيسا يحدا عني إنه كسو عليه يا محالي هذا قرقي إنها آذينا في قرقي إنه لنك قرقي قوش راي حقا كسو ريك وحاس الدوء ذي رهدو إسكي يشان و مركو تعمل عدد دا جوكتان وإنا أذكرا قرتان مامول وناك إيا مامول حمو دوائنا أدي ذي كتان هذا يتاصل على مركو وحا خسر نقول نيسا إن مامولك وناك سناد مركا انت أزام مركا مامول وناك ومركا حفجر كلا هيا له تام عدبا يالا كرتا مامول تام عدبا بضان عدونك أيها كلاب سيقر أيها أما لحسابي أيها العقتا تام عدبا قول حدو شركات بيكل عدا حكومات بيكل عدا لكن عدونك عادقا هرو مري ونلش ضدك لقيمة أيها وعلى إسلاح حسابتان إسلاح حسابتان كوحو كمي دي هاي وحلي إرادو مامل وناك وهي أداها الدولة أيا شكاً بارس السمين مامل وناك وحاكم له إن وزارة هي أداها الدولة الددك كقيب قليا إن كشق ليان لقوح الشخ وحالي إلى هذا كومبتنس أما محالي هذا كبير في سوماليا جبتا كومبتنس وحوهي أقوانت إليه يهفنانت إليه أخلاق ده إليه يا بعيا عيال وحشة حدي أن تعلو وحولد مع محمد إيمان يسوع بحبا ببرية مع محمد ما كان كان رد تقول ما دام وقته كبير يهاي حان قد بين أحياء كشيعنا ليدش ليدش يبقى سيدا مع ملوناك ملك ستوك لاواني هدايتش أرك ما ملك وناكسن أما ليدش يبقى هو جان كوناكسن مع ملام هاي وقال كون أكسن وحير هذان علوم تقار كود وحير هذان وحولي هي صدح شروطات وقال كفيعا أما وقال ميها فيعا صدح تير يقول سيه وحالي هذا وحالي هذا technical competence قفكو وحا وقبنايو وينو يقانا وسوت جامعات سوشيال ساينس سوسيولوجي هيستوري بوليتيكال ساينس محالي على ميديسين انجينيرينج محالي على وحاس لوبرت قف يقانا ايا سمي سياسه واسدو كليت وعلم لابرتو ما هو واحد اسك بروس سومالينا يا دلالك انغا ان لا ميد حبات هيستا وحا ويان سياسه قف كستا كحد عافمات كمال كرتي مدرسين وكهل كره قفانا قول اديغا اييدا وحانو سنه ما غينيسيد اي ددا باديه جوجته دختر بالو هادليس لكن سياستي او مدحا ومدحر ومركيده قفكسا وهوينيه
وحد صلى الله سوقاته نيلسون مانديلا أسوأ تضبيه لو أتنسنا حرة ولا ظلمي ولا حقري ونورش تضبيه لو أتنسنا لقى قاضي وحبس إلا كتير هي مركل السود دايي ويسقع فيه ذاتكي ظلمي أو جستي مركزه مديي مش سمع أودي مركو قبصي ما أودهين أنك أرسل مكوان مو في جوحة كتير أسوأ ساحي بدس ذاتكي كتير سنة إليهين أنك أرسل عدانك سيسون مارد هل كان هذا كم مشكور سنة ريه بل أنك أرسل كفرت محايا قال كايا أن لدى قال لن نينا ريه بل ريه بل دري انطيا عنه عن سويد اللو قف كالات سبو حو عفي مجتمعي بحي ساكو سميور مركال سي عدانكي وعرالي لها جوغي حاليا شقالي هو بي من الحتوية دا مركي بورسوي كودي ورسلين عدانكا وحي حقو صوتان قال ما واحد مود لنا نبدل يسدو كين سنة سدد كار وحيد ما هدا يدك ورتاني وتكتان دي حرب عتين دي كلا شغالين سكوت هل إنسيدنتي وسمية أجرة وآد لو هاي لايك كريم حجرة بنوني اللي يراه ده رجبي أو دلال كقاركو دلك إنجليز ك لقن كود على أي عياران سو أفريقيا كم يدعى يجا تشامبيون ك قليه نبرونية أرسنال إيه ما حالي هذا في صلاة ريال مدريد وبرشلونة رجبي ك إنه عان كما مركا رجبي ك مركا ودن كان اللي يراه ده سو أفريقيا سو مدحوا لها كي هي وحا عيارة عدان ككلين عدان مدوب ولا جاي لاليا مركب مالين بالقياريين فاينل بيجوجين نيوزيلاند بالقياريين نيوزيلاند مركب واحد تشانيس كا أدنى أد أد مالتي بس نمبر كوحها بقول كي بحل لو تشانيس كود وهاين الرايان مركب تذكر قالنا أدنى وعدان كي ريس استجاها أو أبار أبار سايد كأني سنة كل قياري روا عدان مركب مدوب يبقى قيدنا يو حليين محينا ولك قبان علن كي أبار سايتكو أي رجيم كورها علن كي ساوث أفريكان كو ديدي مركا وحي سميين وحي ويديين محالي هذا شيء كذاس كونكتين وحي خصوصا نين بال كان لي راهدو محالي هذا جوجل كان ودادكو يكوري عليها ماشي أسعدان فأني ما نقوم جوجل ودي رصوصا كي وتي يا رد أوبر كبال كداري كبر بقى مركب كهل يسوني حقه ولا مركب كيو حنا روحي ما يتناكتان حقه شوك تان وقول غيرني سبحانه مركب كبرنا أنا جاي مسيا عن شيء كذا وانا مير بلاي مركب وحاجرة أنت عزينا يدك قص السيان يا حقا سوى وحاول يدي سيريس فيسس مركب خليكم مريحين هو يدي شيء من أنا وأنا إسكبارتي مراوا كليلك على أي حال نفس المنديل لو حس بيه مركا جرونكي ولحدن كل فير سنة يسو أو ريسيست هي كوي كحد عياري سو صدق لي جرونكي سقو قبه علنكي أبار ثايتك هي كوي في يدو دي صدق لي دتك يوم يسوى لحدن كي كنوا قف هالمري استاجي وبحي وحيو تجي تيم كيسي مدحون ويهاي ربع إسكا مثلا هذا اللي يبي تربان ها مثلا يمدوا كسر ريان إنه كفي عيين إنه كبر بدئين إنه كبريسي إنه كلام ديريسي إنه بحياة بها بسو شاك شاك مركز بكي بقوت تغي تيم كي سيبو سلامي تيم كي خلال لغو حي داد كي ورميسان واي داد كي واستاك خل كا انسيدنتي ايوح وكوب بدل قلوبتي عدان كي بالك مغا not only that تيم كي كان اسكود آد كو يرا نفس المنديلا يمدو سلامي درين كاس واحد وعيارين محاك اقل يقار رأي يكو بيه قادم marka incident gaas waxay tusaale u tahay oo lagu barta emotional intelligence sida aad bani aadamka ay tahay in aad u dulqaadid laakiin haddii bada baan hubaa inaan su'aalo badan qabtaan laakiin caawana lecture wuxuu u leeyahay inta royal oo xarunta tisqaad halkaas aan runtii looga bogan karaa haddii uu yar yahay waxaan dhihi lahaa in weydiina kaliya laba su'aalo kadibna sessionka kala qofkii xiiso badan u qaba inuu arrimahan hoos ugu daadago wax kala meel galo inaan tijin in sha Allah waxaan rajaynayaa guul dadka noocaan oo kale oo aqoon sare oo waayaragnimada leh oo empathy oo ka muuqdo oo yani emotional intelligence ah
sida qof wuxuu ku sheegay ka dareemaysaa moqta wuxuu danaynay iyo aan urursanayn xoolo iyo wax kulanka gaarka hadda aan yeelanay namuusa dhegaysanayn keliya laakiin talo iyo hagid iyo tusmo uu usoo jeedinayo jaamacadda waa hortii inuuna ka sheegay inuu jeclaan lahaa inuu lectureiisa ku saabsanaado waxbarashada iyo risaalada jaamacadda marka arday barayaal iyo dhammaan jeebahda jaamacadda bariga africa waxaynu samaynaynaa insha allah su-aalahaas waa soo koobaynaa kadibna waynu fadhiyaynaa inta martidu inaga tegayso ambassador axmed ciise cawad iyo ardayda jaamacadda east africa iyo dhammaan maamulka waqti badan ma haysano su-aasha haddaan u gudbo waxaan ognahay inuu hogaamiyaha wanaagsan leeyahay sifooyin badan oo ugu horeyso inuu hogaamiyuhu yahay bidhaanshe iyo inuu hogaamiyuhu soo saaro hogaamiyaal wanaagsan waxaan ognahay haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed inaysan jirin siyaasiyiin dhab ah laakiin ay jiraan in siyaasiyiintu ay usoo shaqaystaan kursigaas laakiin waxaaweye ambassador cawad aan weydiinayaa waxaan ka rabnaa maxay tahay dhaxalka aad inooga tegaysid haddaan dhallinyarada soomaaliyeed nahay khaasatan dhallinyarada puntland magacaygu waa cabdifataax maxamed waxaan ka mid ahay ardada semesterka ugu dambeeya jaamacadda maraysa ee b b a ama accounting and financy waxaan rabaa inaan weydiiyo ambassadorka horta waa soo dhaweynayaa marka koowaad wafdiga iyo ambassador cawad aad baa ugu faraxsannahay inaan ugu soo booqdaan jaamacadda bariga africa intaa kadib su-aashan weydiinaya waxa weeye ambassadorka wuxuu ka hadlay good governance uu ka hadlo oo ah maamul wanaag sidaan ognahay maamul wanaagga waxa uu dhexaad u ah ama tiir u ah la dagaalanka musuqmaasuqa marka maxaa kaaga qorshaysan la dagaalanka musuqmaasuqa midkaas oo dhibaato badan ku haya dowladaha hadda ka jira waddanka gudihiisa sidaa ognahay wasiirku wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo maamulayey waxaan aaminsanahay dowladdaasi inay aada uga shaqaysay ii sheeg la dagaalanka musuqmaasuqa marka haddaad ku guuleysatid madaxweynaha dowladda puntland maxaa ka qabanaysaa musuqmaasuqa hadda ka jira wasaaradaha iyo xarumaha kala duwan ee dowladda magacaygu waa cabdullaahi cali maxamed waxaan dhigtaa kuliyadda social sceniska faculty of public administration marka hore waan u mahadcelinayaa ambassadorka soo booqashada uu soo booqday iyo inuu nooga faa'iideeyo waqtigiisa si uu noogu faa'iideeyo good governance ama leadership waxaan u rajeynayaa guul intaa kadib waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo waxaan la kulanay siyaasiyiin soomaaliyeed kulligood waa aqoonyaalo waxa ay ka hadlaan maamul wanaagga ama good governance-ga and leadership aqoon bay u leeyihiin marka ay xukunka ku fadhiistaan ama ay tagaan maxaa keenayaa qofka siyaasiga ama qofka isagoo aqoontii u leh inuu haddana wax ka qaban waayo laba haddii aad ku guulaysato madaxweynaha puntland boqolkiiba lixdan dadkeed waxaa haysa jahli ama literacy maxaa kaaga qorshaysan dadriirka jahliga iyo gaajada iyo abaarta ustaad adigoo mahadsan midana musharax haddii aad ku guulaysato xilka madaxtinimada madaxweynaha dowladda puntland waxaan ognahay jaamacadaha inta ugu badan waxaa ka soo baxa waa dumar haddana waxaa ognahay markii la fiiriyo wasaaradaha iyo agasmiyaasha iyo madaxweynayaasha soo magacaabaan inay dumarku ay ku yihiin inta badan markii toba raga la magacaabo inay ku jirto hal gabar ama iskuba jirinba marka maxaa kaaga qosnaysan gabdhaha jaamacadaha ka soo baxaya aqoonyahanada ay madaxweynayaashii hore ka gaabiyeen in aad adigu garab siisin ma umalaynaysaa inaad arrintaas aad si gaara u fiiri doonto haddii kale waxaan fahmi lahaa idan wixii aan ka hadlayay oo dhan waxaan ka jawaabay masalan su-aasha ugu horreysa waxay ahayd maxaad nooga tegaysaa maanta dhan waxaan ka hadlayay in waxa ummadi ku horumarto waxaan kaloo kaaga tegi lahaa aan ahayn inaan isku dayo inaan ka shaqeeyo maamul wanaag oo macnaheedu tahay hay-ado shaqeeya isla xisaabtama facaal ah waxqabta aqoonteedii leh dabadeedna qorta dad aqoonteedii leh maanta dhan baan ka hadlayay hay-adaha markaan ka hadlayay dabadeedna ka shaqeeya horumarka ummadda horumarkaaga adigoo kale dhallinyaro waayeel iyo baagbaaca xukuumaddu ama maamulku kama shaqeeyo danta dhallinyarada keliya wuxuu ka shaqeeyaa danta dhallinyarada danta haweenka danta dadka waaweyn dadka danta codaameynta danta marka waxaynoo ku hagaagi karaan inaynu maamul wanaagsan samaysano hay-ado shaqeynaya samaysano
si dalku u horumaro oo adigu aad mustaqbal fiican u yeelato حتى فهمك ما من وناجا اياه وحفي عنه لقاجتك مركل الضبقانة ووحفي عنه لقاجتك مسوما سوق سيدو كليت مسوما سوق وبدر رحمته مسوما سوق أنا يا مسوما سوق كنا يرام وقتي أنا هي مسوما سوق حلو جدا وين كلام ما من وناج ما من وناج مع هذا وحى وين مسوما سوق الآن مسوما سوق وحى لدى قال لما هي أدوه إصلاح حساب تبعيه أنتوا لما كهلي قرصور برلمان شرع الدجينية حكومة الدجينية فرصة سينية إن شقوين كا دولة يهيا ده كلا بلقو قرو محلي إلى هذا ميريت محلي هذا ميريت يا وأسوأ شيء لو ما كان مسماس وحلو رب يحيي كرام مع هناك مستقبل كفي عن حلو كين كرام مع هناك سؤال شيء أفراد وحي أهي شغل أنت لنا يرد هذا ما أنتوا لنا يرد أنا كهل لي again it goes back to مامل ولاك هرت أرد لنا يردو وإن لا ما أنتوا كهل لي مرك ما أنت أنا ريتا كهل لي خلاص بقى كل جرتي لكن إن شاء الله برا فرصة هيد دون تعلقي ستذكر كأن شيء شغل أنت هرت وامري مثلا جامعة دو كليرتو وحبر الشدو وإن لا تيايا oo ardayga jaamacadda ka baxa wiilkii gabadha jaamacadda ka baxa waa inay yihiin marketaba waa in shirkadka adduunka isku dagaala waa inay luqadeey qaliin waa inay waxay barteen si fiican u yaqaaneen waa inay research sameyn karaan waa inaysan ku tiri kuteen la iimaanin iyo madaxdo dhame aqoon bay leeyihiin maxay u halaabaan marka shaqalaanta waxa keenaysa aqoon la'aan waxa keenaysa maamul xumo hadii maamulku wanaagsan yahay aqoonta أردوا إيه برتان إيه في عنتهاي الماركت برتان شقة هدي بهليه تنو قدم بيسا قبلها يكالم توضعها وأكو قرر أحسن هاي أنا وحا أمين سن هاي مجتمع نص كم إذا أي سن تلضى ضد كوضي يضل كوضى يعني وحكي جي سنيني سي صومالي كجرتي دلال كلم إذا مجتمع سي مهر ومريكا طبعاً كوضى كغيب قلقى يعني كالينتا بالشدة كل يهين حديثاً أصينين سيدي كان عدا إلى الدكتان أصيني شخذوا وين أصين هذا بقول لكن دردارا كلام كل شيء جيا الدون كوه على سوق هذه هذا دلال كب دلال بدن الدنيا كم إذا كندا أمريكا كا يور فرنسا سويدن دنمارك نيوزيلاند كل جد قبله با شقوين كبوحية قبله با لو يرى ميديكال دكتور بوليتيكال ساينتست جورناليست كلي حيالي قبله وحلي برتين مرك الدريخ وجوده وقبله empowerment أي قبله أي كان تو ذكوق هذا كلام وحوي إنه يسفي عن وحب برتان contribution في عنا يشان لكن حكومة دو إنه كشق إيسا إنه أبورته فرصة له أبورته أنا جانا قرشة هي جا محلي هذا الله هي جا قرشة هي جا معمول كا وكجرتها ومهزنتهم